الرئيس السيسي يوجه بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتدي الطرق الجديدة. ألمانيا تشهد ارتفاعاً كبيراً في إصابات كورونا وتسجل أكثر من 16 ألف إصابة بالفيروس في يوم واحد. وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الهندي في نيودلهي ملفات التعاون المشترك. العاشرة صباحاً، الثامنة في جرانيتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتدي الطرق الجديدة، وذلك للأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل. توجيهات الرئيس جاءت خلال تفقده الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة الجمهورية. صرح بأن السيد الرئيس تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شينزو آبي الذي يربط حي مدينة نصر ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة حتى العاصمة الإدارية الجديدة. وقد اطلع سيادته على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طريق وخدمات شاملة. الطريق ده هيخدم كل اللي قادم من جنوب القاهرة من المعادي، من منطقة المعادي وطريق الشهيد، هيوصله على طول على طريق السويس بدون المرور بطريق الدائري، فهيعمل تخفيف الكثافات المرورية على طريق الدائري وعلى المنطقة بتاع طريق السويس. في يا فندم امتداد محور شينزو آبي بأربعة كيلو من أول المحور، من أول هنا كده فندم لغاية طريق الدايري، بربط الكوبري من على الدايري وأربع وخمس أنفاق لربط المناطق الأراضي البعيدة. تم التنسيق يا فندم مع جميع مرافق الدولة ومنها الكهرباء، الضغط العالي اللي كان ماشي هنا يا فندم تم تحويله كله أرض وتم دفع الكهرباء فيه. تم التنسيق مع جميع مرافق الدولة المحافظة، وتم التنسيق مع الكهرباء والصرف الصحي، وتم تغيير وإعادة كل المرافق وتجديدها. في يا فندم عندنا محور بيعدي اللي هو الكوبري بطول كيلو 600 معدي من منطقة الأمل، من مدينة الأمل، وتم إزالة التعديات كلها يا فندم وجاري الأعمال في الكوبري. طيب أنتوا الكوبري ده كيلو 600 سايبين تحته محور، سايبين يا فندم تحته محور لمدينة الأمل، لمدينة الأمل عليه. هو يا فندم سايبين محور جنبه، وهيبدأ ده شارع الامل اللي هو اللي كان سابقا شارع الورشه، وابتدانا فيه تطوير فعلي وتم الربط بين المحور ده بين المحور الارضي السطحي وجميع المناطق الداخليه، وتم التنسيق على جميع تغيير جميع المرافق لتجديد كل المرافق اللي هنا بين صرف صحي وماء. طيب انا بس اتكلم على مدينه الامل تحديدا وامتداد شينزو آبي اللي هو يبقى انت عملت كده محورين جوه. محورين جوه فندم. طيب كنت انا قلت ان انتم مع الناس اللي موجودين في مدينة الأمل ومع المحافظة نشوف إزاي نوسع أو نخلق محورين ثلاثة كمان جوه المدينة عشان نوسع على الناس ونخليها جاري التنسيق يا فندم بإذن الله تفتح الشوارع ويفتح الإسعاف والمرور وكل حاجة تخش جوه. طيب المحور المساق ده تمام يا فندم، الكباري خلصت كلها ولا الكوبري ده يا فندم يوم الثلاث بإذن الله هنركب أسفلت وهيبقى هو ده آخر كوبري بإذن الله. يعني يبقى إذا المحور كله بإذن الله من أول فردوس، من أول فردوس مش كده؟ من أول محور فردوس لغاية الدايرة يا فندم، لغاية بإذن الله واحد. ده تم التطبيق. الفردوس جاي من البعوث الإسلامية؟ طب فاضل له قد إيه؟ هو إحنا دلوقتي امتداد الفردوس يا فندم بنعمل فيها إحلالات عشان في مواد أدوية بنعمل فيها إحلالات هتخلص خلال الأسبوع ده، وهنخلص ونبدأ بقى الأعمال الإنشائية. يعني لسه شويه الامتداد، لسه شويه باذن الله. كنت اتمنى قبل رمضان يكون مخلص هنا باذن الله فندم، قبل رمضان
باذن الله واحد دخول هنوعد سيادتك ان احنا المحور ده يكون كله مفتوح مع المحاور العرضيه بتاعته. طب والكوبري ال 1600 ده هل نقدر نخلصه قبل رمضان؟ احنا فندم احنا الحمد لله خلصنا ثلاث كباري على المحور فندم. بالنسبه فندم للكوبري اللي بيعبر مدينه الامل نتيجه عمل الازاله وجدنا مرافق كثيره جدا يا فندم متهالكه، وطبقا لتعليمات سيادتك احنا بيتم دلوقتي تنسيق لاحلال وتجديد المرافق دي وضروره احلالها وتجديدها يا فندم علشان اخلق طريق سطحي لخدمه سكان مدينه الامل. فجاري بس يا فندم اعمال التنسيق وهنبدا ان شاء الله فندم اعمال يعني احنا عايزين نقول للناس احنا بنعمل ايه بالظبط مش كده؟ تمام. طيب انا بقول لكل شرق القاهره، كل سكان شرق القاهره والناس اللي متحركه من وسط القاهره لغايه شرق القاهره، راحه التجمع، راحه السويس، راحه الاسماعيليه، احنا خلقنا محاول تصينا تماما حجم الكثافه الروتات العربيات في عده نقاط. تمام. انت النهارده هنا بتتكلم عن المحور بعدي خلاص بقى ده الدائري مظبوط خلاص ده ماشي زي الفل وبنوسعه. تمام. وبعدين جينا النهارده بنتكلم على محاور بقى دخلنا عليه بشكل مستريح اكتر من الاول زي المساق على سبيل المثال، زي طريق السويس على سبيل المثال، ثم من جوه بقى الكتله السكانيه اللي موجوده في شارع القاهره سواء كانت في مدينه مصر الجديده او مدينه نصر او بوستورن او الكلام ده، عملنا محاور وكباري تخفف الحركه بما فيه حتى المنطقه بتاعت البعثه الاسلاميه اللي هو الفردوس اللي هو امتداد محور المسار. بالظبط. طب ايه تاني؟ في يا فندم الكوبري اللي هو الكوبري سبيل المؤمنين اللي انت سيادتك اللي هو اللي قدامنا ده احنا ركبناه اسفلت في الاتجاه اللي نازل على جامع مدينه نصر، ركبناه في الاتجاه الثاني رابطه باذن الله هنفتح له المرور وبكره هنركب الاتجاه الثاني. المنطقه دي مش هيبقى فيه باذن الله تكدسات مروريه في المنطقه دي خالص، ونبدا نربط بقى بعد كده احنا بدينا الرابطه اهو هنبدا نربط من تحت الكوبري عشان نعدي المحور يبقى خالص سطح باذن الله. طيب شكرين. كما تفقد السيد الرئيس كذلك أعمال التجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر. السلام عليكم. السلام عليكم. سيادتك ان شاء الله نفس الاركان عملنا فيها كده سيادتك برضه عملنا لرواد الحديقه النهارده واول يوم يجوا اللي هو المواطنين سيادتك عاودين الحديقه اول مره يجي عملنا حاجات كافيهات سريعه كده حضرتك بحيث يبقى ايه يعني مشروبات برضه باسعارها يعني ماشي ماشي بحيث تبقى سريعه موجوده. طيب انا دلوقتي كنت معدي على المحور بتاع اللي هو شنزة ابي ده. ايوه وعديت على مدينه الامل. تمام. ايوه شارع الورش ده مجرد ما اتعمل سيادتك هناك عمل انفراجه كبيره جدا جوه. بس انا عديت على لسه ما سافلتش. لسه يا فندم لانه في جزء لسه قدام كده باقي هيتفتح بحيث انه الشارع كله يتعمل. النقطه الثانيه هنا في مدينه نصر. تمام. في اسواق كتير. ايوه فندم. خلاص دورين. ايوه فندم. ارضي بالكتير ارضي وساعات الاقي دورين ارضي وفوق منه. تمام سيادتك. ما تنتقوا عدد من الاسواق اللي هي ارضي مثلا هما دايما يكون عاملين الباركنج قدامها مش كده؟ تمام. طيب ما نشيل ده ونعمل دور ولا اثنين جراج تحت الارض ونعمل لهم دورين كمان بحيث ان احنا نوسع على الناس. حاضر. الحاجه الثانيه لو الاراضي فاضيه قولوا لنا عشان نخش نعمل لها نعمل اسواق ونعمل جراشات لهم يعني. حاضر مش كده؟ حاضر. طيب المدينه الاسبوع ده الحديقه الثانيه خلاص ولا لسه؟ الحديقه الدوليه شغالين فيها ساعات. ربنا يعزك. السلام عليكم. السلام عليكم. وقد التقى باحدى السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها بالحديقه حيث استمع سيادته لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها. احنا ما بنشوفش احد الرؤيه تعبانين والله. قانون الاحوال الشخصيه احنا حريصين على انه يطلع متوازن. متوازن يعني ايه؟ يعني يوفر توازن بين كل الاعتبارات بين الام وبين الاهل. الحوار المجتمعي هنوسعه اكتر من كده واحنا هنبقى حريصين على ان القانون يخرج بشكل يحقق لكل المستفيدين منه. لا يا فندم احنا مالناش غيرك والله العظيم. لا يا فندم وعلى طول دعم لحضرتك وعلى خير. طول والله العظيم لان حبيبنا حبيبنا والله. شك كتر خيرك يا فندم. شكرا يا فندم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم.
أدانت مصر بأشد العبارات استهداف قوات الحوثي مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، ذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية. أكدت مصر عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التي تمثل تهديدا مباشرا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق، وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة. جددت مصر وقوفها بجانب السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية. أدانت الجامعة العربية الهجوم الذي شنته قوات الحوثي بواسطة طائرات مسيرة مسلحة مستهدفا منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو بالرياض. أكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة أن الهجوم يشير بوضوح إلى أجندة جماعة الحوثي وداعميها التي لا تستهدف السعودية وحدها، وإنما تسعى لتهديد إمدادات الطاقة التي تعد ركنا أساسيا في استقرار الاقتصاد العالمي. كانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة، ونقلت وكالة واس عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أنه نجم عن الهجوم حريق تمت السيطرة عليه ولم تترتب على الاعتداء إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته. وأكد المصدر أن المملكة تدين بشدة هذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية والتي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف بشكل أوسع أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم والاقتصاد العالمي كذلك. أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالجهود المهمة التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل إنجاح جلسات الحوار الوطني بالقاهرة. خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية لحركة فتح، أكد عباس أن مصر ستبقى دائما السند للقضية الفلسطينية والداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. رحب عباس بالنتائج الإيجابية لجلسات الحوار الوطني الأخيرة والتي عقدت في القاهرة، مؤكدا أهمية ترجمة هذه النتائج لصالح سير العملية الديمقراطية وفق المدد الزمنية لعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني. قال ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إنهم أرسلوا إلى إسرائيل والفلسطينيين إخطارات لفتح تحقيق في جرائم حرب، وهو إجراء يتيح للطرفين شهرا واحدا لطلب التأجيل. كانت المدعية العامة بالمحكمة فاتو بينسودا قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية ورددت بها إسرائيل. وأمام إسرائيل والسلطة الفلسطينية الآن شهر لإبلاغ المحكمة بما إذا كانتا تجريان تحقيقات خاصة في الجرائم المزعومة وترغبان في تأجيل التحقيقات لحين الانتهاء من ذلك. وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى سلطنة عمان في أول زيارة إلى دولة خليجية منذ تسلمه مهام منصبه أواخر العام الماضي. أعلن التلفزيون السوري أن المقداد والوفد المرافق له وصل إلى مطار العاصمة العمانية مسقط في زيارة تستغرق عدة أيام. تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمواصلة الجهود من أجل استجلاء مصير المفقودين أثناء حرب التحرير وتعريض حياة ضحايا التجارب النووية الفرنسية في ستينيات القرن الماضي. جاء ذلك في رسالة للرئيس الجزائري بمناسبة الذكرى 59 لاحتفالات عيد النصر تلاها الأمين العام لوزارة المجاهدين. وأكد تبون أن الأحداث والوقائع لا تسقط من تاريخ الأمم بالتقادم، بل إن النزاهة تقتضي
تغلب الإرادة والصدق على ما سواهما من اعتبارات ضاغطة. ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بارتفاع نسبة العنف ضد الجالية الآسيوية في الولايات المتحدة، وفي كلمة ألقاها في جامعة إيموري دعا بايدن المواطنين إلى التحرك لمنع العنف المرتبط بالعرق ومحاربة ما سماه عودة ظهور كراهية الأجانب، مشددا على أن الكراهية ليس لها مكان في الولايات المتحدة. اختتمت الولايات المتحدة والصين محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى استمرت ليومين في ولاية ألاسكا. قال المسؤول الدبلوماسي بالحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي إن المحادثات كانت صريحة وبناءة، لكنه أشار إلى أنه لا تزال هناك بعض الخلافات المهمة بين الجانبين. من جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن المحادثات ناقشت الملف الإيراني وكوريا الشمالية وأفغانستان والمناخ، مضيفا أن وفد بلاده أعرب عن قلقه حيال سلوك بكين تجاه هونغ كونغ وتايوان في مجال الفضاء الإلكتروني. بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الهندي راجنات سينغ تعزيز وتقوية علاقات الدفاع بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات والأمور اللوجستية. يزور أوستن نيودلهي حاليا في إطار مساع لتشكيل تحالف يتصدى لنفوذ الصين في المنطقة. أقال الرئيس الأفغاني أشرف غني وزير الداخلية مسعود أندرابي بعد سلسلة من الهجمات الدامية على قوات الأمن الأيام الماضية. أوضح مسؤول أمني أن السبب الرئيسي وراء إقالة أندرابي هو فشله في إلقاء القبض على قائد ميليشيا أسقطت قواته طائرة هليكوبتر في إقليم رودك بوسط البلاد الخميس الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 من أفراد قوة الأمن. أمرت الحكومة الماليزية جميع الدبلوماسيين الكوريين الشماليين بمغادرة البلاد. يأتي هذا في تصعيد للخلاف الدبلوماسي بين البلدين بعد تسليم ماليزيا مشتبها به كوري شمالي إلى الولايات المتحدة بتهمة غسل الأموال. وجاء إعلان ماليزيا بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها ستنهي علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة عن استقبال 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارما الصينية بمطار القاهرة الدولي. أوضح دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أوضح أن تلك الشحنة هدية من الصين إلى مصر، وذلك في إطار عمق العلاقات بين البلدين وضمن تعزيز سبل التعاون بينهما لمكافحة الفيروس، مضيفاً أن تلك الشحنات ستخضع للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و40 حالة وفاة. أشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أشار إلى خروج 433 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، ذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى أكثر من 149 ألف حالة. أكدت منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا تفوق مخاطره،
أوضحت المنظمة أن اللقاح لديه قدرة كبيرة على تجنيب الإصابات بكورونا وخفض حالات الوفاة في أنحاء العالم، مشيرة إلى أن البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة في حالات تجلط الدم بعد تلقي اللقاح. أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن ألمانيا سجلت أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. أشارت بيانات المعهد إلى أنه تم تسجيل نحو 200 حالة وفاة جديدة جراء الفيروس، بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 2,646,000 حالة إصابة، فضلا عن أكثر من 74,000 حالة وفاة. تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، وحث جونسون بعد تلقيه الجرعة في مستشفى سان توماس في لندن المواطنين على أن يفعلوا مثله، قائلا إنه لم يشعر بشيء. حصل جونسون البالغ من العمر 56 عاما على لقاح في نفس المستشفى الذي أدخل إليه قبل نحو عام تقريبا في وحدة العناية المركزة بعد أن أصيب بالفيروس. قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنه سيحصل على لقاح أسترازينيكا، وأوضح أنه يقع ضمن الفئة العمرية المسموح لها بتلقي هذا اللقاح، مؤكدا حصول نجله على الجرعة الأولى من ذات اللقاح. تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة الأوروبية حاجز المليون حالة، وتمثل الوفيات من منطقة والتي تضم 51 دولة نحو 35.5% من إجمالي الوفيات بالفيروس على مستوى العالم، ونحو 30% من مجموع الإصابات. أعلنت بلجيكا تجديد الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك لتجنب موجة ثالثة من الفيروس والمحافظة على الخطط الرامية لفتح الاقتصاد في مايو. وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر ديكرو في مؤتمر صحفي، قال إن الزيادة في أعداد الإصابات بالفيروس كانت متوقعة إلا أنها حدثت بوتيرة أسرع مما كان متوقعا، خاصة في المدارس وأماكن العمل. وقال كرو إنه علق خطط إعادة فتح المنتزهات والسماح باستئناف رياضات الهواء من الأول من أبريل. بخطوات ثابتة تسير دولة المصرية على طريق التنمية الشاملة، واضعة نصب أعينها توفير حياة كريمة لأبنائها. ونجحت مصر في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في العديد من المجالات، ما أدى لتحسن الأداء الاقتصادي على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020. عندما وضعت مصر هدف تحقيق التنمية الشاملة نصب أعينها، لم يكن هدفها وضع خطط تنموية قصيرة المدى لا تحقق سوى نتائج مؤقتة، ولكنها اختارت الطريق الصعب لتحقيق نقلة نوعية على كافة الأصعدة، واخترقت جميع المشاكل ليشعر المواطن البسيط بالإنجازات التي يتم تحقيقها في إطار رؤية طموحة هي رؤية مصر 2030. وبالفعل نجحت الدولة المصرية في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في مؤشرات جودة البنية التحتية والصحة والتعليم والنقل والحوكمة والانتقال إلى الرقمنة في المؤسسات الحكومية، فضلا عن مؤشرات الصناعة والابتكار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات الدولة، إضافة إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجية، وهو ما لاقى إشادات عديدة من كافة المؤسسات الاقتصادية والدولية على المستوى الاقتصادي والمالي.
ومن هذا المنطلق تحسن أداء مصر على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020، وبحسب بيانات وزارة التخطيط فقد احتلت مصر المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة مقارنة بعام 2019 التي كانت تحتل فيها المرتبة 92، كما تقدمت مصر على المستوى العربي لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة مصنفة في عام 2020. وعلى مستوى القارة الإفريقية تحتل مصر حاليا المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة في عام 2020. وفي رؤية مصر 2030 تخطو الدولة خطى ثابتة من خلال 10 محاور للتنمية الشاملة، والتي تتضمن أن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط، بينما يصبح قطاع الطاقة قادرا على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفوءة من مصادرها المتنوعة، فضلا عن تحويل مصر إلى مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف. كما شملت هذه المحاور تعزيز الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم في الإسهام في المجتمع، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والتنمية العمرانية. والآن مشاهدينا وقفة مع أخبار الرياضة. يبدأ المنتخب الوطني لكرة القدم غدا الأحد معسكره المغلق لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من مارس الجاري في ختام تصفيات مؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويؤدي المنتخب تدريباته بالقاهرة حتى موعد سفره على متن طائرة خاصة في 23 من الشهر الجاري. أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدور أبطال أوروبا لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية عن لقاء مثير بين ريال مدريد وليفربول. يلعب مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند، ويلتقي بورتو نظيره تشيلسي، ويواجه بايرن ميونخ منافسه باريس سان جيرمان. من المقرر أن تقام جولة الذهاب يومي 6 و7 من أبريل، بينما ستقام جولة الإياب في يومي 13 و14 من أبريل. أسفرت قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي عن مواجهة مانشستر يونايتد مع غرناطة، فيما يواجه أرسنال سلافيا براغ. كما يلتقي أياكس مع روما، ويلعب دينامو زغرب أمام فياريال. وستقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي في 8 أبريل، بينما تلعب مواجهات الإياب في 15 من الشهر ذاته. يحل فريق ريال مدريد ضيفا على سيلتا فيغو اليوم في الجولة 28 من الدوري الأسباني. يحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، بينما يتواجد سيلتا فيغو في المركز العاشر برصيد 34 نقطة. يستقبل فريق بايرن ميونخ ضيفه شتوتغارت اليوم في الجولة 26 من الدوري الألماني. يتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المسابقة برصيد 58 نقطة، بينما شتوتغارت يحتل المركز الثامن برصيد 36 نقطة. يسعى بايرن ميونخ لتحقيق نقاط المباراة الثلاث لتعزيز صدارته للدوري والابتعاد عن لايبزيغ أقرب منافسيه.
نهاية النشرة وهذا تذكير بعناوينها. الرئيس السيسي يوجه بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتدي الطرق الجديدة. ألمانيا تشهد ارتفاعاً كبيراً في إصابات كورونا وتسجل أكثر من 16 ألف إصابة بالفيروس في يوم واحد. وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره الهندي في نيودلهي ملفات التعاون المشترك. ختاماً نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد أكسو نيوز الجديد هو 11785 معدل الترميز 27500 معامل استقطاب رأسي. كنت معكم أنا فيروز مكي، دمتم سالمين.